السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم اما بعد فاحبتي اخوتي الكرام حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نازعته الريح ثوبه فسبها ولعنها فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: لا تسب الريح لا تسبها لا تلعنها فانها ماموره ماموره يعني سريانها جريانها اتجاهها باذن الله وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى فانها ماموره وان من لعن شيئا ليس للعنه باهل رجعت اللعنه عليه او كما قال عليه الصلاه والسلام ففي كذا حديث قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام لا تسب الريح فانها ماموره يعني تسير كما سيرها ربنا تبارك وتعالى ولدي اخوتي الكرام هذا الهواء حلو عجب حلو عجيب أنا قفز إلى ذهني الآن أن الإنسان بيتنفس يوميا كهواء فقط 12 ألف لتر هواء يوميا ويتسرب إلى جسمه حوالي 6 متر مكعب ونص تخيل يوميا من الاكسجين سبحان ربي العظيم فهذا الهواء لا يمكن ان تكون الحياه وان تستمر الحياه بدونه ابدا كذلك فيه عجائب وفيه امور تدعونا الى زياده الايمان بالله تعالى منها طاعه الرياح لربها عز وجل لن اسوق اليكم بعض الشواهد الجميله التي تبين لنا اذعان هذه الريح لربها تبارك وتعالى من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك لما كان في غزوة تبوك حذر الصحابة وقال إنه ستمر ستهب ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد من مكانه ومن كان له بعير فليعقل بعيره يقيد البعير يعني فليعقل بعيره سبحان الله العظيم هذا المطلوب طب انت اذا اطعت النبي عليه الصلاه والسلام لن تكلف لن تخسر شيئا سبحان الله رجل عصى امر النبي وقام حين هبت ذي الريح قام ومشى كذا فحملته الرياح الى اماكن بعيده حتى اوقعته واسقطته عند جبال طيئ سبحان الله العظيم. كذلك هذه الرياح نعمة من نعم الله عز وجل يسوقها ربنا تعالى لنصرة عبد صالح او بيان لفجور فاجر يعني عند موسى في الصحيح من حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قدم من سفر فمر هكذا فمرت ريح منتنه فيها رائحه منتنه شديده كادت ان تسقط الراكب فقال النبي عليه الصلاه والسلام هذه الريح هبت لموت منافق علامه على موت انسان منافق. قال جابر فقدمنا المدينه فاذا بعظيم من عظماء المدينه قد مات. فالريح تاثرت بهذا وكانت بيان سبحان رب العالمين ان في منافق علامه على ان هناك بعض المنافقين قد مات بالمدينه. هذه الريح لما نتكلم عنها ما ينفعش نتكلم عن الرياح ولا نذكر كيف ان الله تعالى سخر الرياح لاهلاك قوم عاد. حين تكبروا تكبروا وتجبروا وعتوا وقالوا من اشد منا قوه؟ هكذا قالوا من اشد منا قوه؟ يعني اغتروا بقوتهم. وصحة أجسادهم وقالوا ذلك شيخ الشنقيطي علق على هذا المعنى وقال لما تجبروا هكذا سلط الله عليهم أضعف شيء اللي هو الهواء النسيم الذي لا يجرح الإنسان سلط الله عليهم الريح ريح صرصر في أيام صرصر يعني باردة صخ إن الله تعالى قال سخر عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات استمرت هذه الرياح سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم اللي كانوا بقى أقوياء أصحاب قوة وأصحاب فتوة وأصحاب مهارات وغير ذلك كل هذا ذهب فترى القوم الأقوياء فيها صرعى هلكا كأعجاز نخل خاوية صوت الحق خاوية يعني سبحان ربي العظيم هكذا على الارض كانهم تبن متبعثر وفي سوره القمر كعجاز نخل منقعر اجتث قطع هكذا ثم صار في الارض هكذا لا قيمه ولا قدر ولا مكانه ولا كرامه سبحان ربي العظيم ثم الكلام عن الريح ما ينبغي ان نتكلم عن الريح ولا نذكر هذه الكرامه العظيمه والمعجزه الباهره لنبي الله سليمان عليه الصلاه والسلام ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر سبحان الله العظيم الله تعالى سخر له الريح متى حدث هذا لما اثر مرضاه الله لما غار لله وغضب لله حين جلس يتامل في الخيل ويتعجب في جمال الخيل إني أحببت حب الخير الخيل يعني عن ذكر ربي حتى توارت يعني الشمس حتى توارت بالحجاب الشمس غربت وما صلى العصر انشغل عن صلاة العصر هكذا ذهل عنها حتى توارت بالحجاب ردوها علي الخيل يعني فطفق مسحا بالسوق والأعناق قول ابن كثير والراجح وقول القول عليه دليل أنه ذبحها وقال: لا تشغليني سائر اليوم عن طاعة الله عز وجل، فقطع أعناقها وعراقيبها بالسيف، فأبدله الله تعالى خيرا من الخيل وهي الرياح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي مكان يريده، يريد أن أذهب الآن إلى مكان كذا، تحمله الريح بموكبه إلى أي مكان يريده بسرعة خاطفة ذبيل هذا المكان لان الله تعالى سخرها وذللها فهي مأمورة مذللة مسخره تطيع ذلك النبي الكريم وطاعتها للنبي الكريم في الحقيقه طاعه للرب العظيم الذي امرها بذلك معجزه وكرامه لهذا النبي الكريم الذي اطاع ربه عز وجل والذي حقق العبوديه لله سبحانه وتعالى ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ويحلو لي ان اختم المحاضره بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام سلام قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه أحبكم في الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته